باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة في سلسلة التجربة اللي واخدينها في الصوم الكبير. والنهاردة هنتكلم على بتعلم إيه من التجربة وربنا سامح بالتجربة بإيه. تاني حاجة بتعلمها لي التجربة هي الحقيقة الصلاة. الصلاة يمكن أكون بصلي كل يوم، بس أنا عاوز أسأل حضراتكم سؤال ونجاوبه بصراحة. إمتى الصلاة كانت بحرقة؟ إمتى الصلاة كانت بدموع؟ إمتى الصلاة كانت من عمق القلب؟ عارفين إمتى؟ وقت التجربة ووقت المحنة. أنا قابلت ناس كتيرة قوي وقالوا لي كده، أنا ما تعلمتش الصلاة إلا من خلال التجربة. ما تعلمتش الصلاة إلا من خلال التجربة. أنا كنت فاكر نفسي بصلي، بس لما جت التجربة واتحطيت في المحك ووجعتني قوي، الصلاة كانت من جوه. عندنا نماذج من الكتاب المقدس لواحد اسمه يهوشافاط وواحد اسمه حزقية. حزقية اتجمع عليه واحد اسمه سنحريب ومعاه قوات جيش كبير قوي بتاع مملكة أشور، والحقيقة ما كانش عنده أي قوة يقدر يقف بيها قدامه. فوقف قدام ربنا وصلى وقال له الأعداء بيعايروني أنا، ده مش بيعايروني أنا، ده بيعايروك أنت لأنك أنت إلهنا. وكانت الضيقة غمة، وشعب بني إسرائيل عارف أن كله هيباد، لأن أشور لما دخلت كل الممالك وكل الدول اللي قبل اليهود حرقت كل المدن بتاعتهم، فكان المصير محتوم ان احنا هنتحرق زي اي حد قبلنا. بس لما وقف حزقية وصلى، ربنا بعت له أشعية قال له الصلاة بتاعتك استجيبت، وينزل ملاك يقتل 185,000. واحد تاني في وقت الضيقة كان صعب عليه قوي ان يشوف شعبه هيباد، احنا اتفقنا كان اسمه ايه؟ يهوشافاط. اتجمع عليه 3 شعوب، جبل سعير والعمونيين، المهم يعني 3 شعوب عملوا تحالف وكانوا هيقضوا عليه. وقف قدام ربنا قال له اسمع يا رب، الحرب كبيرة علينا واحنا ما عندناش قوة، ولكن هنرفع عينينا عليك، ولكن نحوك أعيننا. ما عندناش حاجة غير ان احنا نصلي، ما عندناش حاجة غير ان احنا نصلي. والحقيقة صلى من كل قلبه، وربنا يبعت له نجاة ويرسم له خطة كمان للحرب، يقول له طلع الكهنة وطلع المرتلين وطلع اللويين الأول. وبعدين حاجة عجيبة قوي، معقول يا رب هنحارب بالناس اللي ما بتشيلش سلاح؟ ويقوم الصبح من النوم يلاقي ان 3 شعوب دولة قاموا على بعض وقتلوا بعض. وبقى الخير عند إسرائيل غريب قوي، إن قعدوا 3 أيام يروحوا ياخدوا الغنائم ويرجعوا بيوتهم، يروحوا ياخدوا الغنائم ويرجعوا بيوتهم. عجيب أنت يا رب. ربنا بيسمح بالضيقة، والضيقة تعلم الصلاة. أفتكر المتنيح قداسة البابا شنودة في مرة كده جمعنا بيه لقاء مع 3-4 أباء كهنة، وكنت بسأله سؤال، بقول له يا سيدنا قداستك بتقابل مشاكل على مستوى المهجر وعلى مستوى الأبروشيات وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى مشاكل كتير، وكان في بقى مشاكل كتيرة قوي قوي يعني مش عايز أحكيها دلوقتي، بس التاريخ كان بتاع قداسة البابا شنودة الفترة دي فترة حافلة من اضطهادات كتيرة قوي تعرض لها الكنيسة في حتت كتيرة قوي وقوي لآخر. وبعدين قلت له بس الحقيقة في كل مرة بشوف قداستك بتبتسم وبتضحك وكأن مفيش مشكلة، وأنا مش عارف قداستك بتعمل دي كده إزاي. أوقات الواحد قدام مشكلة أو 2 بيتعب قوي. فرد علي وقال لي أنا هقولك بعمل إيه، أنا بصلي 1 و2، وبعد ما بصلي 1 و2 برمي الموضوع في حكر ربنا واطلع براه، وأنا عارف إن ربنا هيعمل كل حاجة للخير، علشان كده ما بشيلش الهم. وفي مرة من المرات أنا قابلت أحد الآباء زمان يعني الله ينح نفسه، المهم فكنت مرة كده يعني عندي شوية مشاكل، فرح هو حضني كده وقال لي أنا عايز أقول لك حاجة. قلت له، قال لي لما ربنا بيسمح بمشاكل معناه عاوز يقول لك إنه عاوز يسمع صوتك في الصلاة. والحقيقة شجعني ووقف يصلي معايا. صوروا بعد ما صلينا
أنا حسيت بسلام داخلي لا تتخيلوه. المشكلة ما تحلتش، بس ربنا اتمجد بصورة أو بأخرى. علشان كده التجربة من الحاجات الحلوة اللي فيها إنها بتعلم الإنسان الصلاة. تفتكروا دانيال لما اتربى في جب الأسود كان بيعمل غير إنه بيصلي؟ الثلاثة فتية فأتون النار لما ترموا كان بيعملوا إيه غير إن هما بيسبحوا؟ يبقى الدرس اللي أخدناه النهاردة، إحنا قلنا التجربة بتعلمني إيه هو ضعفي فبتضع، التجربة بتعلمني الصلاة، بس لسه التجربة بتعلم حاجات كتير هنكملها بكرة بنعمة ربنا مع بعض.